حاجة حنشكر الممرضة الله يسعدها اليوم اتطوعت عشان تورينا كيف نستخدم غسول الماء الملحي بالطريقة الصحيحة زي ما قلت لكم للناس اللي تشتكي من التهاب جيوب أنفية مزمن، حساسية مزمنة، ودائما عندهم مشاكل في تكفيرة الأنف. الطريقة انك حتعبي، حتجيب علبة عادي من الصيدلية يا جماعة، ترى ايا كان نوعها العلبة حتعبي فيها الموية الملح، اما حتجيك جاهزة زي كده انت تعبيها، او حيجي معاهم هم ظروف تحط الملح، هتعبي الموية، هتخض العلبة مظبوط طبعا، وبعدين هتوقفي على المغسلة بالطريقة هذه، هتوريكم دحين. يلا يو كان ستارت. شوف، هتحطي الموية من الطرف اليمين وهتستمري بالضغط. شايفين كيف الموية بتخرج من الطرف اليسار؟ يس. And now دحين هنسوي من الطرف الثاني. Now we will do from the other side. Yes. دحين هنسوي من الطرف الثاني. شوفوا كيف هتحط من اليسار وتستمري وهتخرج الموية من اليمين. ممتاز.